السيلياك لازم يعيشوا على السونغلوتان، لكن هل في نظام غذائي لاصلاح هذا المشكل؟ يعني اصلاح المشكل يعني تقدر تعاود ترجع؟ طبعا هلا عندي حالات كثير رجعوا طبيعيين ما عاد عندهم اي مشكله. اوكي تمام. فهو عباره عن نظام غذائي مكون من مرحله، يعني مرحلتين، مرحله اولى ومرحله ثانيه. طبعا عندنا قائمه ممنوعات مفروض ما نتدنى ليها طول فتره العلاج، يعني هو مصلحه اعاده بناء هدم وبناء. غالبا السونغلوتا او الميزينا او منتجات الذره هي عباره عن شيء برمم لكن ما بيعالج المشكل. لاصلاح المشكل يجب بناء جهاز هضمي، يعني بناء امعاء من اول وجديد. كيف فينا نبنيهم؟ هون السؤال. يعني اولا مفروض يمتنع عن كثير اشياء مريض السيلياك فتره العلاج، من ضمنهم السكريات المصنعه، الحليب، منتجات الالبان والاجبان والخبز والحمضيات وكثير اشياء لازم يمتنع عنها. المرحلة الأولى هي بتكون من 3 أيام ل 10 أيام، هي مرحلة الهدم لإعادة البناء. هي المرحلة اللي بيعيش فيها المريض فقط على الخضار المفورة سوتي أو مغلية في الماء، إضافة إلى البون بروث، يعني شوربة الكولاجين تبع البقر، عظم البقر، عندها طريقة تحضير طبعاً. بناخذ فيها بعض المكسرات فقط وفواكه سالبة السعرات، حتى الفواكه اللي فيها سكريات عالية ممنوعة على مريض السيلياك. العلاج مدته 10 أيام؟ لا، 3 شهور مدة العلاج، لكن هو المرحلة الأولى من 3 أيام ل 10 أيام. أوكي. طبعاً شوربة عظم البقر عندها طريقة تحضير بنحضرها فيها. بناخذ كل يوم كوب على قبل الغداء من أسبوعين لثلاث أسابيع ل 21 يوم، إضافة لمغلي مياه البامية أو الملوخية عن طريق غليهم مع الماء لحتى يصير الماء لزج مخاطي، بتصفى ونشرب كوب على معدة فارغة وليس على الفراغ، معدة فارغة بعد الأكل بثلاث ساعات أو قبل الماكلة بساعتين. عنا عصير الكرفس لازم ندخله لنظامنا الغذائي، عنا زيت جوز هند، عنا زيت النعناع وزيت القرنفل، وهدول بنحط فيهم نقطتين زيت أوريجانو بنضيفه معهم طبعا، نقطتين في كوب ماء يشرب مساء. يعني عنده نظام كامل لازم يتبعه. علاش كل هذه المواد اللي ذكرتها وش خصوصيتها؟ لا ارجع التركيبة ربما اللي تفيد مشكلة نبني ونرمم الجدار الامعاء اللي صار فيها المشكل. هلا الكولاجين هو بيرجع بيبني، مو بس بيبني الجهاز الهضمي من اول وجديد، بيحفز الكولاجين بشكل عام بالجسم وبالعظام وبالبشره وبالامعاء وبكل شيء.